أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية المباشرة من قناة الرافدين حول بدء سريان التهدئة التي توصل إليه أو التي تم التوصل إليها برعاية مصرية بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني. ننتقل معكم مشاهدينا الكرام لتسليط الضوء حول آخر التطورات. فمع حلول الساعة الثانية الآن من فجر الجمعة بدأ سريان التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني والتي تم التوصل إليها برعاية مصرية. جاء هذا عقب إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني موافقتها على وقف عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة. وأشارت مصادر صحفية إلى أن الوسيط المصري أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل أبو هنية بأن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ الساعة الثانية فجر الجمعة. وقال بيان للسلطات الصهيونية بأن قبول وقف إطلاق النار المتبادل سيكون بدون شروط بناء على اقتراح مصري. للحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار معنا من غزة وفلسطين المحتلة الصحفي الفلسطيني أيمن دلول، مرحبا بك معنا. مع دخول سريان التهدئة التي تم التوصل إليها برعاية مصرية، كيف ترى وتقيم الأوضاع في قطاع غزة الآن مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ؟ التحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة ربما تستمعون في هذه اللحظات نتحدث عن دقيقتين فقط من سريان هذا الاتفاق، والمواطنين هنا في غزة نزلوا إلى الشوارع بشكل عفوي، يطلقون المفرقعات النارية في هذا اليوم وفي هذه الأوقات الكبيرة لأول مرة. حقيقة شعور من قبل المواطن الفلسطيني نلحظه بهذا الشكل، تجمعات من المواطنين ابتهاجا بما حققته المقاومة الفلسطينية لأول مرة في تاريخها في مواجهة العدوان والاحتلال الصهيوني. يطلقون المفرقعات النارية، يحملون قادة المقاومة على أكتافهم في هذه الأوقات ويجوبون بهم في الشوارع، يتوقفون أمام منازل الشهداء وأمام منازل المصابين وأمام الذين تدمرت بيوتهم وممتلكاتهم المختلفة، يرسلون إليهم بالتحايا المختلفة عرس وعيد الفطر. عيد الفطر، عيد الفطر، عيد الفطر يبدأ اليوم في غزة في هذه اللحظات بتكبيرات العيد التي تنطلق من مآذن المساجد ومكبرات الصوت التي تجوب شوارع غزة. نعم، يعني أستاذ أيمن، هل هناك مخاوف من خرق إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني؟ يعني هذا الكلام كنا نتحدث عنه قبل خطاب الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، المخاوف واردة، لكن الخطاب الذي خرج وكان للمتابعون يتوقعون أن تكون الساعات الثلاثة التي تسبق التهدئة شديدة جدا وساخنة جدا، فما إن خرج الخطاب من الناطق باسم كتائب القسام حتى تيقن المواطن الفلسطيني وعهدوا عليه الصدق بأنهم يعني من خلال ذلك يعتمدون على المقاومة الفلسطينية التي رفضت وكانت جاهزة للرد على 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 قوات الاحتلال. فلأجل ذلك هناك يقين لدى الشارع الفلسطيني بأن الاحتلال الصهيوني إذا أقدم على أي استهداف للمواطن الفلسطيني هنا في قطاع غزة فالمقاومة الفلسطينية لم تخرج إلى تهدئة بعد. هم متواجدون في أماكنهم ومستعدين، أي اختراق نتوقع أن يتم الرد عليه بشكل كثيف جدا من قبل المقاومة الفلسطينية. نعم، يعني تحدث سرايا القدس قبل قليل بأنها جاهزة في حال قام العدو الصهيوني الكيان الصهيوني بضرب قطاع غزة. ماذا يعني قرار التهدئة بالنسبة لقطاع غزة بشكل خاص وللفلسطينيين بشكل عام؟ يعني هذا القرار يختلف عن باقي القرارات. لأول مرة تثبت غزة بأنها ستخرج من حصارها وتوقف الذي حاصروها فيه 15 عاما وتتحكم في مصير القدس والمقدسات الإسلامية والثوابت الفلسطينية. هذا هو الأهم لدى الشارع الفلسطيني. غزة حينما انتفضت في مواجهة
ومقاومة شديدة في مواجهة هذا الاحتلال لم تطالب بطعام أو شراب أو كسر للحصار، وإنما كانت المطالب هي القدس والقدس الشريف، أولى القبلتين وثاني المسجدين الشريفين. لأجل ذلك هذه المواجهة كانت مختلفة، مرغت أنف الاحتلال الصهيوني بأن غزة يجب أن تأخذ دورها في مواجهة الاحتلال وتكسر طوقها الذي أحاطوه بها من كل جانب لتؤكد من جديد بأنها يجب أن تقود الخيارات الوطنية المختلفة نحو استعادة التراب الفلسطيني المحتل منذ 73 عام. نعم، من خلال تجربتكم أيمن، يعني إلى أي مدى يمكن أن يصمد هذا الاتفاق وما هي انعكاساته على الأرض؟ يعني هذا الاتفاق واضح بأنه ستكون له ارتدادات سياسية وارتدادات اقتصادية وعلى كافة الجوانب، والأيام المقبلة سنكتشف الكثير من المسائل التي كان الاحتلال الصهيوني يخفيها، غير أن توقعاتنا وترجيحاتنا بأن العدو الصهيوني على الأقل في هذه الأوقات سيحاول أن يلتزم بالتهدئة لترميم جبهته الداخلية التي مرغتها المقاومة الفلسطينية خلال الأيام الأحد عشر الماضية. لأول مرة المقاومة الفلسطينية بتوقيتات زمنية كانت تستهدف تل أبيب وتستهدف القدس وتفرض حظر تجوال وتمنع حركة الطيران وتوقف السفن، هذا لم يتخيله إنسان. الحدث كبير وكبير للغاية حقيقة، وأعتقد بأنه الضربة التي تلقاها الاحتلال الصهيوني لم يكن يتخيلها في أسوأ الكوابيس على الإطلاق. نعم أيمن، يعني هل تتوفر لديك حصيلة نهائية حول أعداد الشهداء الذين سقطوا بنيران الكيان الصهيوني في قطاع غزة؟ يعني نحن نتحدث عن أكثر من 240 من المواطنين الذين ارتقوا في هذه المواجهة التي امتدت لأحد عشر يوما، وهنالك العشرات من المئات من المصابين، كذلك هناك نتحدث عن حوالي أكثر من 240 وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كامل، نتحدث عن أبراج سكنية تم تدميرها بشكل كامل. كلها هذه إحصائيات بسيطة، والكثير من الإحصائيات والمنازل والمنشآت التي تم تدميرها بالمناسبة لم يتم الوصول إليها، خلال الأيام المقبلة ستتضح الصورة أكثر من ذلك. لكن كما قلت لك اليوم الشارع الفلسطيني كل هذه الأمور تهون أمام ناظريه، لأنه شاهد بأم عينيه أن بالإمكان أن يصلي ويسجد في باحات المسجد الأقصى المبارك الذي حرم منه الشعب الفلسطيني بهذه السنوات الطويلة، وكل الاتفاقيات وكل الحوارات والمفاوضات مع الاحتلال الصهيوني لم تفلح بأن تدفعنا أن نصل إلى مبتغانا على الأقل بأن نصلي في داخل المسجد الأقصى المبارك. نعم، كان معنا من غزة الصحفي أيمن دلول، شكرا جزيلا لك. رغم إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني موافقتها على وقف عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، قصفت المدفعية الصهيونية مناطق متعددة في قطاع غزة قبل دخول الساعة الثانية من فجر هذا اليوم بنصف ساعة تقريبا، وأفادت مصادر فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لمدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، كما شن الطيران الصهيوني غارة على مواقع شمالي القطاع. طبعا المدفعية الصهيونية قبيل الحديث عن التوصل إلى تهدئة كانت قد قصفت مخازن للبلاستيك شرق قطاع غزة، ما أدى لوقوع حريق ضخم في المكان. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة بأن طواقمها سيطرت على الحريق الضخم الذي اندلع في مخازن للبلاستيك في المنطقة الصناعية شرق محافظة أو قطاع غزة جراء استهدافها بالقذائف الصهيونية. إذن دخل حيز التنفيذ سريان التهدئة بين المقاومة الفلسطينية وبين الكيان الصهيوني، والذي تم التوصل إليه برعاية مصرية. 10 دقائق فقط لدخول سريان التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، تدخلت مصر
ورعت هذا الاتفاق. جاء هذا عقب إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني موافقتها على وقف عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة. وأشارت مصادر صحفية بأن الوسيط المصري أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ الساعة 2 فجر الجمعة. وكما أشرنا 11 دقيقة دخلنا في هذا سريان التهدئة. وقال بيان للسلطات الصهيونية بأن قبول وقف إطلاق النار المتبادل سيكون بدون شروط بناء على اقتراح مصري. المقاومة الفلسطينية قالت بأنها ملتزمة بالتهدئة ما التزم العدو الصهيوني، كما جاء في تصريحات منها لفصيل سرايا القدس في قطاع غزة. وقال بأننا جاهزون لأي هجوم أو أي قصف من قبل الكيان الصهيوني يخرق التهدئة التي دخلت قبل قليل بين الجانبين. وكذلك كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قالت بأننا مستعدون لقصف كل المناطق في فلسطين المحتلة إذا ما أقدم الكيان الصهيوني على قصف قطاع غزة. نعم، حذرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الاحتلال الصهيوني من ارتكاب عدوان أو أي عدوان في الساعات ما قبل سريان وقف إطلاق النار الساعة 2 من فجر الجمعة. وقال المتحدث باسم القسام أبو عبيدة بأن الجناح المسلح للحركة استجاب لتدخل الوساطات العربية لوقف إطلاق النار مع الاحتلال الصهيوني. وأضاف أبو عبيدة بأن كتائب القسام أعدت ضربة صاروخية كبيرة تغطي فلسطين كلها من الشمال للجنوب، لكنه جرى تعليقها لترقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة. هذه الصور نشاهدها الآن مباشرة من قطاع غزة، الصور لخروج المواطنين كما أشار الصحفي من القطاع قبل قليل أيمن، وتحدث عن الفرح الذي ينتاب الفلسطينيين في هذه اللحظات. هذه الصور مباشرة من قطاع غزة. تعودنا في الأيام الماضية نشاهد سقوط صواريخ الكيان الصهيوني، وكذلك نشاهد انطلاق صواريخ المقاومة على المستوطنات وعلى تجمعات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الآن نشاهد هدوء مع دخول سريان التهدئة، مع دخول التهدئة التي تمت برعاية مصرية بين الجانبين، بين الكيان الصهيوني وبين المقاومة الفلسطينية. هذه الصور مباشرة نشاهدها من قطاع غزة. وكما أشار الصحفي أيمن قبل قليل بأن وصل عدد الشهداء لغاية اليوم أكثر من 240 شهيدا سقطوا في قطاع غزة بعد قصف دام لأيام. شهدنا في الأيام الماضية كان القصف شديد على المناطق السكنية، راح ضحيتها الكثير من الأطفال والنساء وكبار السن. تم استهداف القطاع بصواريخ وبطائرات من قبل الكيان الصهيوني. نعم، هناك احتفالات في قطاع غزة مع دخول وبدء سريان التهدئة وكذلك التكبيرات. وكما قال الصحفي اليوم قد بدأ عيد الفطر المبارك في قطاع غزة، حيث شهد القطاع مع بدء عيد الفطر قصفا متواصلا من قبل الكيان الصهيوني. وكما أشرنا وكما هو معروف للجميع بأن المقاومة الفلسطينية كانت ترد على كل قصف يطال قطاع غزة، وقد وصلت الصواريخ إلى تل أبيب ووصلت إلى بئر السبع ووصلت إلى مناطق بعيدة عن القطاع ردا على العدوان الصهيوني الذي طال قطاع غزة. وكان الرد من قبل المقاومة الفلسطينية ردا على الانتهاكات بحق المسجد الأقصى وبحق أهالي حي الشيخ جراح، حيث أراد الكيان الصهيوني أن يقوم بطرد أهالي حي الشيخ جراح، ولكن كان الفلسطينيون بالمرصاد في المسجد الأقصى، في القدس، في رام الله، في الضفة الغربية، في نابلس، في قطاع
غزة بكل التأكيد. الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أكد بأن المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتهدئة طالما التزم بها العدو الصهيوني. وأشار الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بأن المقاومة وافقت على الاقتراح المصري بوقف إطلاق النار المتبادل والمتزامن عند الثانية فجرا، وبين في الوقت نفسه بأنها سترد على أي عدوان صهيوني يقوم به. حركة حماس قالت بأن الاحتلال الصهيوني هرب أمام ضربات المقاومة الفلسطينية وفشل في تحقيق ما يريد عقب إعلان التوصل إلى وقف إطلاق النار يبدأ الساعة 2 من فجر الجمعة، ودخلنا يعني تقريبا 16 دقيقة من دخول حيز التنفيذ. نشاهد هذه الصور المباشرة من قطاع غزة، ونشاهد أطفال قطاع غزة قد نزلوا وقد بدأت السيارات بالتجوال والفرح ببدء سريان التهدئة بين الكيان الصهيوني وبين المقاومة الفلسطينية. كما أشار الصحفي قبل قليل أيمن من قطاع غزة بأن هناك فرح كبير لدى أهالي قطاع غزة وأن العيد قد بدأ الآن في قطاع غزة. المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس قال بأن المقاومة ستظل هي الدرع الحامي للشعب الفلسطيني ومقدساته ولن تتردد في مواجهة أي عدوان. وأضاف القانوع بأن الشعب الفلسطيني انتصر في غزة والقدس والضفة وبقية المناطق، بينما الاحتلال انكسر وتبددت أحلامه وفشلت أهدافه. للحديث أكثر عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفلسطين واحتماليات نجاحه وانعكاساته على الأرض، معنا من قطاع غزة ناجي الزازة الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا أستاذ ناجي. ماذا يعني دخول سريان التهدئة حيز التنفيذ منذ دقائق؟ يعني هذا هو لحظة الانتصار للمقاومة الفلسطينية على العدو الإسرائيلي، لحظة إعلان فشل العملية العسكرية التي قادها نتنياهو وقادها الجيش الإسرائيلي. هذا يعني أن المقاومة قد سجلت في لحظة تاريخية قدرتها على إذلال العدو الإسرائيلي وتحقيق أهداف متعددة في مرمى العدو الإسرائيلي، ليس فقط في قطاع غزة ولكن على مستوى جبهات 4 في القدس وغزة والضفة والأراضي المحتلة. اليوم كانت الكلمة العليا للمقاومة الفلسطينية عندما يبدأ اجتماع الكابينت الإسرائيلي وهو المجلس الأمني المصغر في إسرائيل بانتقادات لسلاح الجو الإسرائيلي لإخفاقه في تدمير الأنفاق وتدمير القوة العسكرية للمقاومة. نعم. وانتقاده لجهاز الاستخبارات بأنه لم يقدم معلومات كافية تساعد في المعركة. هذا في الحقيقة انتصار لقدرات المقاومة العسكرية والأمنية وقدرتها على التخفي طوال 11 يوما وهي تدك إسرائيل في أماكن جديدة وبمدايات جديدة أسلحة نوعية وهي لم تستخدم معظم قوتها العسكرية. لذلك هذه لحظة فارقة الكل يقرأها في بعدها السياسي وبعدها الأمني وبعدها العسكري من ناحية استراتيجية لصالح المقاومة وضد العدو الإسرائيلي بشكل واضح. رأينا كيف أنه من الناحية السياسية لأول مرة يتم تدخل مباشر من الإدارة الأمريكية برئيسها ووزير خارجيتها بشكل مباشر، فيما يتعلق أيضا بالرئيس المصري هذه المرة تدخل بشكل مباشر وليس كما هو العادة جهاز المخابرات عبر اتصالاته مع المقاومة. لذلك اليوم الفرحة العارمة التي نشهدها اليوم في شوارع وقرى ومدن ومحافظات قطاع غزة الضفة الغربية في الأردن في لبنان في كل مكان، الفلسطيني اليوم يشعر بالفرحة، العربي يشعر بالفرحة، المسلم يشعر بالفرحة، لأنه هذا يوم انتصار فيه لطليعة هذه الأمة في مواجهة المشروع الصهيوني. نعم، يعني أستاذ ناجي، هل ترى بأن الكيان الصهيوني سوف يلتزم بهذه التهدئة؟ وإذا ما التزم ما الذي سيمنعه؟ يعني هل هناك رادع؟
الرابع والضمان الحقيقي هو سلاح المقاومة، ولطالما كان ذلك. غزة في حصار، تحت الحصار الإسرائيلي لمدة 15 عاما، وكانت تعمل بشكل كامل في بناء قدرات عسكرية تحت الأرض، والأيام ربما تكشف أكثر أن المقاومة كانت تعمل بإمكانيات لا يمكن لأحد أن يتوقعها. وهذا العمل الذي تقوم به المقاومة الفلسطينية اليوم هو عمل كبير حقيقة، وهذا العمل هو نعم تسمعني؟ أسمعك يا أستاذ ناجي. نعم، وأن نعم. هذه المقاومة لم تكن تعمل في ظروف عادية على الإطلاق. نعم. يعني السلاح الذي تطور المقاومة هو سلاح صناعة محلية، لكنه بقدرات عالية جدا، وقد استفادت المقاومة في شتى المجالات. يعني انظر إلى تعدد نوعيات الصواريخ التي تستخدمها بحسب الأهداف، المدايات التي تطلق إليها، العمق الذي ترسل به المقاومة في أي نقطة اليوم داخل أراضينا المحتلة. لديها صواريخ تصل إلى مدى 250 كيلومتر، وبالتالي نحن هنا نتحدث عن قدرة حقيقية للمقاومة صنعتها بالعرق والدماء والجهد الكبير غصبا عن الاحتلال، رغم أن طائرات الاحتلال تراقب ليل نهار، إلا أن المقاومة استطاعت أن تبني لنفسها شبكة أنفاق تحت الأرض تحميها من مراقبة الاحتلال، ولديها قدرات أمنية وعسكرية. معلوم أن لدى المقاومة شبكة اتصالات خاصة بها تحميها من تنصف الاحتلال. أستاذ ناجي، على الصعيد السياسي كيف سوف تشكل فصائل المقاومة على الصعيد الإقليمي والدولي بعد يعني هذه المعركة؟ أنا في تقديري أن المقاومة اليوم لفتت انتباه الجميع أنه يمكن التعويل عليها، وبالتالي كثير من الدول والأنظمة التي لديها حرج في مواجهة العدو الإسرائيلي بشكل أو بآخر تستطيع أن تدعم المقاومة. المقاومة الفلسطينية بعد هذه الجولة من الواضح أن قوتها العسكرية طبيعيا تحتاج إلى ترميم، وبالتالي تحتاج إلى تطوير، لأنه لا يمكن أن تخوض المقاومة معركة بنفس تقنيات وإمكانيات المعركة التي سبقتها، وهذا شهدناه في مواجهة 2008 2009 2012 2014 واليوم في 2021. وبالتالي نحن نتحدث هنا عن المحور، محور المقاومة المطلوب منه حقيقة أن يزيد من دعمه للمقاومة الفلسطينية، لأنها بالفعل تستطيع أن تقدم نموذج حقيقي لصراع مثمر مع العدو الإسرائيلي، يكسر هيبة إسرائيل ويحقق أهداف سياسية لهذه الأمة، وبالتأكيد للقضية الفلسطينية. فيما يتعلق اليوم قواعد الاشتباك، أصبح من الواضح أنها تجاوزت الحدود الشرقية لقطاع غزة، وليس هناك حد يحدها اليوم، كما قال المتحدث أبو عبيدة خلال هذه المعركة. أن قصف تل أبيب أصبح الآن كشربة ماء، بمعنى أنه في أول جولة تصعيد بعد ذلك يجب أن تبدأ المقاومة من حيث انتهت. هذه هي طبيعة المواجهة مع العدو الإسرائيلي، والكل يدرك أنه إذا كان هناك دعم نوعي بالذات فيما يتعلق بالأسلحة النوعية الأكثر دقة التي يمكن أن تؤلم الاحتلال من خلال دعم محور المقاومة، بالتأكيد الاحتلال سيكون أصغر في نظر العالم، وبالتأكيد كثير من الدول ستحقق أهداف إقليمية، لأنه كسر هيبة إسرائيل يعني كسر مسلسل التطبيع الفاشل، يعني كسر قدرة إسرائيل على أن تروج نفسها على أنها دولة اقتصادية قوية ودولة عسكرية وأمنية يمكن أن تضرب حيث ما شاءت ووقت ما شاءت. نعم أستاذ ناجي، يعني لو تحدثنا عن موضوع تقييم أو عفوا حول الكيان الصهيوني، يعني بعد هذه المعركة وبعد وصول صواريخ المقاومة إلى تل أبيب وإلى مناطق بعيدة من القطاع، برأيك هل سوف يقلل أو يحد من عمليات تهجير الفلسطينيين مثل ما جرى في حي الشيخ جراح، أو الانتهاكات بحق المصلين في المسجد الأقصى؟
يعني هذا الأمر بالتأكيد سيتم الحديث فيه تفصيليا خلال الأيام القادمة، والمقاومة أكدت أن القدس والحريات الدينية للمسلمين في المسجد الأقصى ومنع الاقتحامات ومنع تهجير السكان بالذات في حي الشيخ جراح، هذا كان أحد الملفات الأكثر أهمية على طاولة المفاوضات الغير مباشرة مع العدو الإسرائيلي، وهذه هي أساسا محور القضية. يعني أساسا هذه المعركة لم تبدأ في قطاع غزة من أجل زيادة مساحة الصيد في البحر أو من أجل إدخال الأموال أو من أجل فتح المعابر أو أي جانب اقتصادي لقطاع غزة، بالعكس هي كانت معركة من أجل القدس وهذا العنوان كان واضح. وبالتالي الحديث التفصيلي في تقديري سيأتي لاحقا، واستمعنا إلى أن القاهرة قالت بشكل واضح أنها سترسل وفدين أمنيين أحدهما إلى غزة والآخر إلى إسرائيل من أجل متابعة هذه التفاصيل. نعم، كان معنا من قطاع غزة الأستاذ ناجي الزازة الكاتب والمحلل السياسي، نرجو من الله أن يتم عليكم السلام والنصر. أستاذ ناجي شكرا جزيلا لك. معنا من إسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أحمد العطاونة، مرحبا بك معنا دكتور أحمد. كيف تقيم دخول التهدئة حيز التنفيذ؟ نعم دعونا، لم يجهز معنا الدكتور أحمد العطاونة، دعونا نأخذ بعض التصريحات. حيث كشف سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس بأن مصر أبلغت الحركة بأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ الساعة 2 من فجر الجمعة، وقال أبو زهري بأن العدو اضطر في النهاية للرضوخ لوقف العدوان على الفلسطينيين وعلى القدس في وقت أثبتت هذه المعركة تفوق المقاومة الفلسطينية وانتصارها على الاحتلال الصهيوني. السلطات المصرية أعلنت عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الاحتلال الصهيوني وفصائل المقاومة برعاية مصرية ابتداء من فجر اليوم الجمعة، وقالت وكالة الأنباء المصرية بأنه جرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المتبادل والمتزامن والذي دخل حيز التنفيذ قبل قليل. وأضافت الوكالة بأن القاهرة ستقوم بإفادة وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراء التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة. معنا الدكتور أحمد العطاونة المحلل السياسي الفلسطيني من إسطنبول، مرحبا بك معنا دكتور أحمد. كيف تقيم سريان التهدئة ودخولها قبل قليل؟ مرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام. حقيقة نحن أمام لحظة تاريخية بكل ما تعني الكلمة من معنى. وقف إطلاق النار هذا سجل وسيسجل في المستقبل بأنه لحظة انتصار للمقاومة الفلسطينية لأكثر من سبب. هذه جولة من الجولات الاستثنائية ومحطة من المحطات النوعية في النضال والمقاومة الفلسطينية تجاه الاحتلال، إذ أن هذه المحطة كانت التحم فيها الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده على كامل الأرض الفلسطينية التاريخية في مواجهة هذا الاحتلال، كل بما لديه وكل بما لديه من إمكانيات للمقاومة. صحيح أن الموقع الأساسي للمواجهة كان في قطاع غزة، كون قطاع غزة هي قاعدة المقاومة الفلسطينية في هذه الأيام، ولكن أيضا كان الشعب الفلسطيني قد التحم بشكل فعال جدا ومؤثر في هذه المعركة في كل من الضفة الغربية ومدينة القدس بالذات وأيضا في أراضي 48. فالمعركة كانت على مستوى الجغرافيا الفلسطينية كاملة وخاضها كل الشعب الفلسطيني. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الاحتلال في هذه المعركة دخل دون أي أهداف، ودخل دون أي أهداف لم يحدد لنفسه أهداف، لأنه كان يدرك بقراءته للمشهد وكنتيجة لحرب 2014 بأنه غير قادر على إنجاز أهداف، ولذلك هرب رئيس الوزراء الإسرائيلي من تحديد أهداف محددة حتى لا يحاسب عليها لاحقا، لأنه أصبح عاجزا عن إنجاز أي من أهدافه على الأرض. ثم أن هذا الكيان في هذه الحرب قد فقد الأمن في كل الجغرافيا الفلسطينية أيضا، لم يعد هنالك مكان آمن ومكان خارج نطاق المعركة. مركز هذا الكيان المتمثل بمدينة تل أبيب عاش كل مراحل وكل ساعات الحرب تحت الضغط وفي الملاجئ،
وكان الذي يتحكم في حركة المواطنين أو عفوا المستوطنين. نعم. حقيقة هم ليسوا مواطنين أبدا، المستوطنين الصهاينة في المدن المحتلة كانت قيادة المقاومة هي التي تحدد لهم ساعة الخروج وساعة الدخول إلى الملاجئ. نعم. لذلك ثقتهم بحكومتهم، ثقتهم بجيشهم قد ضربت، والفلسطيني كأنه أعاد اكتشاف ذاته، أعاد اكتشاف ما لديه من إمكانيات وقدرة على مواجهة هذا الاحتلال، وهذا أمر له ما بعده. نعم دكتور أحمد، طبعا نحن نشاهد يعني صور من قطاع غزة مباشرة على شاشة الرافدين، ونرى صور الفرح لدى الأشقاء في القطاع. كيف تقيم دكتور أحمد الموقف الدولي والموقف العربي من الأحداث الأخيرة في قطاع غزة بشكل خاص وفي المسجد الأقصى؟ حقيقة الفرحة والاحتفالات لم تقتصر على قطاع غزة، هي أيضا، وأنا كنت أشاهد قبل قليل، هي أيضا في كل مدن الضفة الغربية، في ولعله وحتى أكثر من قطاع غزة، في رام الله وفي القدس، في أبو ديس، في جنين، في نابلس، في الخليل، في كل مكان. هذا لأن الفلسطينيين شعروا للمرة الأولى بأن لديهم قوة مقاومة قادرة على التدخل وعلى حماية المقدسات وعلى لجم هذا الاحتلال بشكل فعال. فيما يتعلق بالمستوى الدولي العربي والدولي، هنا يمكن أن نفرق بين مستويين. المستوى الأول هو المستوى الشعبي، وعلى المستوى الشعبي العربي والإسلامي كان الموقف، وحتى على المستوى الدولي، على مستوى كل الشعوب وكل الحركات المناصرة لقضايا الحرية والاستقلال والكرامة الإنسانية، وقفوا موقفا يعني مميزا في إسناد الشعب الفلسطيني وفي يعني التصدي للاحتلال وفي يعني المطالبة بوقف هذا العدوان. وأيضا عدد مهم من الحكومات العربية والإسلامية أظهرت مواقفا جادة في دعم الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، وهنا أمثلة واضحة. مثلا هنا في تركيا الرئيس السيد أردوغان كان له مواقف متقدمة في هذا الموضوع. وبالتالي على المستوى الشعبي كانت المواقف متميزة، وعلى المستوى الرسمي هنالك انقسام. هنالك حقيقة لا زال على المستوى الدولي بالذات، وبالذات في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، لا زال الانحياز واضحا لهذا الكيان، رغم كل ما يقوم به من أعمال يعني تتجاوز كل القيم والأخلاق والمواثيق الدولية. لا زالت الرعاية الأمريكية حاضرة، وإن تم الحديث عن ضغوط أمريكية على هذا الكيان من أجل وقف العدوان، فإنني أظن أن هذا ليس جادا، وإنما ما كانت توفره الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الكيان هي الرعاية والدعم والإسناد. وحتى في رغبتها في إيقاف هذه الجولة كانت تراعي متطلبات واحتياجات هذا الكيان، وقد ظهر ذلك في أكثر من موقف. عندما كان يتصل الرئيس الأمريكي بايدن بنتنياهو، كان كل مرة يعني بعد الاتصال تحدث مجازر في قطاع غزة، مما يشير إلى ضوء أخضر أمريكي. لا. وتوج هذا الدعم في ذروة الحرب بصفقة ب 750 مليون دولار من الأسلحة الفتاكة التي كان يستخدمها الاحتلال لقتل الفلسطينيين وتدمير منازلهم وبناهم التحتية. لذلك الأنظمة الغربية في مجملها وبالذات الولايات المتحدة كانت طرفا أساسيا في هذا العدوان على الشعب الفلسطيني، والولايات المتحدة كانت شريكا كاملا، ولا يمكن لبايدن أن يضلل الجماهير العربية ولا النخب السياسية الفلسطينية والعربية بالحديث عن أنه يعني دفع باتجاه وقف إطلاق النار، وأنه يريد إعادة بناء قطاع غزة والإعمار ويتحدث عن السلام في المنطقة. هو كان شريكا كاملا في هذا العدوان، وقدم كل ما يمكن أن يقدمه من دعم ومساندة لهذا الكيان ولهذا الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني. نعم دكتور أحمد، برأيك ما هي المكاسب التي حققتها المقاومة الفلسطينية على الأرض، وما هي الثمار التي من المتوقع أن تحصدها على المدى القريب وعلى المدى البعيد؟ المكاسب حقيقة والثمار كثيرة في هذه المعركة، وفي غالبيتها هي مكاسب ذات طبيعة استراتيجية. أولا إعادة الاعتبار إلى القضية الفلسطينية على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي، وبالذات في ظل التراجع الذي حدث للقضية الفلسطينية في السنوات السابقة بسبب انشغال الإقليم بالكثير من القضايا والخلافات الداخلية والنزاعات. الشيء الثاني أن الرواية الفلسطينية عادت من جديد
ليجتمع الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، في الداخل عام 48، في المحتل 48، في الشتات، لأن لديهم قضية واحدة وقضية يشترك فيها الكل الفلسطيني مع هذا الاحتلال، وهي قضية تحرير الأرض والإنسان والتحرر الوطني وإنهاء الاحتلال وكنس هذا الاحتلال من الوجود، وهذا سيكون له ما بعده على مستوى الوعي العام والوطني الفلسطيني. القضية الثالثة هي أن المقاومة وهذه الجولة أفقدت المستوطن الصهيوني في فلسطين ثقته بجيشه وبحكومته وبنظامه، وأنه أصبح عاري، ليس له هنالك حماية حقيقية، وهذا سيؤثر جدا على مستقبل هذا الكيان. الشيء الثالث أن الشعب الفلسطيني أظهر التفافا غير مسبوق، وكأنه استفتاء على خيار المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال، وأنه الخيار الأنجع والأفضل، وعلى قيادة المقاومة أيضا. وبالتالي هتف الشعب الفلسطيني من أقصى شمال فلسطين إلى أقصى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وفي كل الشتات هتف باسم المقاومة وباسم قيادة المقاومة، ولم يهتف بأي اسم آخر. لذلك هذا أيضا سيعزز من حضور المقاومة. الشيء الرابع أن المقاومة قدمت للشعب الفلسطيني يعني دعما وإسنادا وجرأة على مواجهة الاحتلال، وهي يعني أوصلت رسالة للشعب الفلسطيني بأنها جاهزة للدفاع عنه عندما يتعلق الأمر بقضاياه الكبرى. ولذلك هذا سيجعل من الشعب الفلسطيني ومن شبابه ومن قطاعات مختلفة أكثر جرأة وأكثر إصرارا على مواجهة هذا الاحتلال في المستقبل. نعم، دكتور أحمد العطاونة المحلل السياسي الفلسطيني كان معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. دعونا نشاهد هذه الصور المباشرة من قطاع غزة، حيث يجتمع الفلسطينيون يتجمعون وبفرحة عارمة مع دخول التهدئة حيز التنفيذ قبل 37 دقيقة الساعة 2 فجر اليوم. دخلت هذه التهدئة وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وبين الكيان الصهيوني برعاية مصرية. هذه الصور مباشرة من قطاع غزة، نشاهد الشباب هناك في القطاع يرفعون الأعلام الفلسطينية، والمساجد تقوم بالتكبيرات، وهناك إطلاق المفرقعات الألعاب النارية في السماء ابتهاجا وفرحا بوقف إطلاق النار بعد 11 يوما من القصف الصهيوني على قطاع غزة، وكذلك رد المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني. هذه الصور من مدينة الخليل في الضفة الغربية، احتفالات واسعة وعارمة للمواطنين الفلسطينيين. هذه الصور، انتقلنا من قطاع غزة إلى مدينة الخليل في الضفة. طبعا هناك احتفالات تقريبا في كل المدن الفلسطينية ابتهاجا وفرحا بوقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وبين الفصائل الفلسطينية. نشاهد هذه الصور، وكما أشار الصحفي قبل قليل أيمن من قطاع غزة بأن الناس هناك، المواطنون في القطاع يبتهجون، ويعني قال بأن عيد الفطر المبارك بدأ اليوم في القطاع وفي الأراضي الفلسطينية، وبأن المساجد بدأت بالتكبير احتفالا بوقف إطلاق النار وبما حققته المقاومة الفلسطينية من رد كبير على الكيان الصهيوني. نعم، صور مباشرة من مدينة الخليل في القطاع مع دخول التهدئة حيز التنفيذ. Hit her!
نعم نشاهد ونستمع إلى فرحة الفلسطينيين في مدينة الخليل في الضفة الغربية من الأراضي الفلسطينية، فرحة كبيرة مع وقف إطلاق النار وابتهاجا بما حققته المقاومة الفلسطينية ردا على الاعتداءات الصهيونية المتكررة على القطاع قطاع غزة وعلى المسجد الأقصى وعلى الأحياء الفلسطينية. تكبيرات، وبالفعل كأننا نشهد اليوم أول أيام العيد في الأراضي الفلسطينية بعد 11 يوما من القصف المتواصل بين الجانبين، الكيان الصهيوني على قطاع غزة والمقاومة على تقريبا صواريخ المقاومة، حققت في هذه المعركة طفرة نوعية حيث وصلت الصواريخ إلى تل أبيب وإلى أماكن أخرى لتجمعات المستوطنين الصهاينة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. نشاهد هذه الصور من مدينة الخليل مع المفرقعات والألعاب النارية ابتهاجا بوقف إطلاق النار، وكذلك نستمع إلى التكبيرات. قبل قليل كنا نشاهد فرحة أهالي قطاع غزة بدخول التهدئة حيز التنفيذ. الأعلام الفلسطينية ترفع في هذه الأثناء في المدن الفلسطينية في القطاع وفي الضفة، في مدينة الخليل، في نابلس، في القدس. طبعا هناك ترحيب عربي ودولي بدخول التهدئة حيز التنفيذ. وكما أشرنا في بداية هذه التغطية المباشرة من قناة الرافدين الفضائية بأن الفصائل الفلسطينية أعلنت بأنها ملتزمة بوقف إطلاق النار، ولكنها جاهزة في كل لحظة للرد على أي عدوان صهيوني تتعرض له الأراضي الفلسطينية. هذه الصور من مدينة الخليل في الضفة الغربية. سوف نبقى معكم أعزائي المشاهدين بتغطية متواصلة. إلى هنا نصل إلى هذه التغطية لغاية الآن، وسوف نوافيكم بآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.